الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هو الثاني من المحاضرة السابقة اللي تناولنا فيها عملية توزيع البابلي كي باستخدام البابلي كي كريبتوغرافي. يعني أخذنا توزيع المفاتيح المعلنة باستخدام أنظمة تشفير البابلي كي. اليوم راح يكون عندنا الابليكيشن الثاني او التطبيق الثاني لهذه الانظمة هو توزيع المفاتيح السرية distribution of secret key باستخدام public key cryptography. في هذا المجال اكو عندنا ثلاث طرق اساسية لتوزيع المفاتيح السرية. بالمناسبة المفاتيح السرية اللي هي secret key راح نرمزها بالرمز KS. الكي هو الكي والسمول اس هو السكر. فإنما توجد كلمة أو مختصر KS معناته هذا هو السكر. الآن الطريقة الأولى لتوزيع المفاتيح السرية يطلق عليها بالسمبل secret key distribution. طبعا الشخص اللي وجد هذه الطريقة أو وضع هذه الطريقة هو العالم ميركل. فإذا أي wish to communicate with me إذا أي رغب أنه يتواصل مع بي فعليه تنفيذ البروسيجر التالي أو الخطوات التالية. أول خطوة طبعا وقبل ما يتم التراسل أنه اليوزر أي يجب أن يولد مفتاحين خاصة بي، مفتاح public اسمه PUA والمفتاح برايفت اسمه PRA، ويرسل الى اليوزر بي رسالة. هذه الرسالة تحتوي على الاي دي اي مالته، الاي دي ايدنتيفاير البطاقة التعريفية مالته اضافة للبوبليك كي مال اي. راح ينزل رسالة بها البوبليك كي مالته وبها ايضا الاي دي اي. فالحالة بي راح يستلم الرسالة. من يستلم الرسالة راح يولد مفتاح سري اللي سميناه KS ويرسل رسالة إلى أي مشفرة. بأي طريقة مشفرة؟ باستخدام البوبليك كي مضمن مال الأي. إيش تحتوي هذه الرسالة؟ تحتوي على الKS. تحتوي على شنو؟ على الKS اللي هو المفتاح السري. بعد ما أي يستلم هاي الرسالة يسوي عملية ديكريبشن إلها للحصول على الكيس. طبعاً هنا يجب أن نذكر أو نقول إنه فقط اليوزر أي يستطيع حل الرسالة هذه اللي مستلمة من بي. ليش؟ لأنه هو الوحيد اللي عنده البرايفت مالته، هو الشخص الوحيد اللي يمتلك البرايفت مالته. وبالتالي بعد هاي الخطوة راح يكون المفتاح KS متوفر لدى الطرفين. هنا قبل ما تنتهي العملية الآن A بعد ما يحتاج البوبليك مالته ولا البرايفت، فالمفروض يسوي ديسكارد يلغيه. أيضا B بعد ما يحتاج البوبليك مال A أيضا يسوي ديسكارد للبوبليك مال A، وبالتالي يبقى عندهم فقط المفتاح KS اللي ممكن أن يتراسلون عن طريقه. طبعاً بعد هذه الخطوة الآن يستطيع أي وبي مراسلة بعضهم البعض باستخدام المفتاح KS. هذا البروتوكول إنسيكيور غير أمين. شو وقته غير أمين؟ إذا دخل طرف ثالث على السيستم وسوى انترسبشن، بش حالة هذا الشخص الثالث ممكن يحجب الرسالة أو ممكن يرسل رسالة بديلة عنها. إذا هذا البروتوكول نعم تم توزيع المفاتيح بين طرفين، لكن ما صار عملية الأوثنتيكيشن بين طرفين، ما صار عملية الأوثنتيكيشن بين طرفين. الطريقة الثانية اللي تحتوي على الحادثة عملية السيكيورتي
confidentiality وعملية الموثوقية الاوثنتيكيشن. إذا B هو secret key distribution with confidentiality and authentication. وهذه الطريقة راح نشوف انه ممكن تقضي على الدروباك او نقطة الضعف اللي موجودة للبروتوكول الأول. هنا طبعا حتنبدي بهذه الطريقة انه نبدي على افتراض انه الاي والبي تبادل مفاتيح الببليك كي. يعني الاي عنده الببليك كي مال البي والبي عنده الببليك كي مال الاي باستخدام الطرق الأربعة السابقة اللي أخذناها بالطريقة الأولى. اوكي؟ إذا هنا راح نفترض انه الاي والبي متبادلين مفاتيح الببليك كي بيناتهم. بعد هذا الخطوات التالية يجب أن تنفذ. طبعا دائما نخلي المخطط امامنا حتى نشوف ما هي الرسائل اللي ترسل من A وما هي الاجابات المستلمة من B. طبعا اول خطوة ال A راح يستخدم الببليك كي مال ال B. ال A يستخدم ومن هذا الببليك كي مالته موجود ال A اخو تبادل صار قبل هذه الخطوة. اذا ال A راح يستخدم الببليك كي مال ال B ويشفر رسالة الى B. تحتوي هذه الرسالة الـ IDA مالته مال من مال الـ A وأيضا يحتوي العنوان اللي سميناه نامس في محاضرة سابقة. هذا طبعا العنوان يثبت بأن هذا الترانسكشن هذا التراسل هو الوحيد اللي تم بأن أي وجه. بعد ما يستلم رسالة B المرسلة من A الآن B راح يرسل رسالة أيضا إلى A مشفرة باستخدام شنو الببليك كي مضمن مال الـ A. تحتوي الرسالة على شغلتين أساسية عنوان اللي هو النونس الخاص بالـ A وأيضا N2 اللي هو أيضا النونس الخاص بالـ B. ولأن B اليوزر B هو الشخص الوحيد اللي يستطيع حل الرسالة الأولى فقط B يستطيع حل الرسالة الأولى. ليش؟ لأنه هي مشفر بالبوكيت مالته هو الوحيد اللي عنده البرايفت. فإن وجود الأنوار في الرسالة رقم 2 لاحظوا الرسالة رقم 2 اللي طالعة من B يطمئن A بأن الشخص المقابل له هو B. إذا صعد عن الأوثنتيكيشن أعيدها مرة. الرسالة الأولى اللي انبثت من أي كانت مشفر بينا بالبوكلي كي مال البي. إذا الشخص الوحيد اللي ممكن أن يحلها من هو اليوزر بي. بأن بي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع حل الرسالة الأولى فإن وجود الأنواع في الرسالة رقم 2 يطمئن أي بأن الشخص المقابل له هو بي. الخطوة رقم 3 راح يسوي ايه؟ راح يعيد الـ M2 إلمن إلى B برسالة مشفرة مستخدما الـ Public مال B Public Key مال B ليطمئن B أن من يقابله هو A. إذا بالخطوة الثالثة الـ A أيضا راح يشفر رسالة تحتوي على الـ M2. شلون يشفرها؟ باستخدام الـ Public Key مال B. الهدف من هذه الرسالة يطمئن B أن الشخص اللي يقابله هو A. ورماعة هذه الرسالة يرجع A الآن يرجع A يختار Secret Key الـ KS. يختار Secret Key اللي هو الـ KS. لاحظوا هنا رسالة رقم 4 ويدز في رسالة مشفرة إلى B مشفرة إلى B باستخدام الـ Private Master مال المال الـ A. إذا هذه الحالة مش حالة الـ B مش يصيح حل الرسالة لأنه يحلها بالـ Public مال الـ A اللي هو معلن. هنا تشفير الرسالة باستخدام الـ Public مال الـ B لاحظوا هاي الـ M يساوي لنا Encryption الـ Public مال الـ B encryption لبرايفت مال الـ A KS. شو معناته؟ معناته احنا راح نشفر اول مرة البرايفت
بالبرايفت مال الاي الكي اس المفتاح السري. نادي التشفير نرجع نشفره مرة أخرى باستخدام البوبليك مال البي. هنا نذكر حالة انه تشفير الرسالة باستخدام البوبليك مال البي يعني انه فقط بي راح يستطيع حلها. اذا ما قلت له تشفير الرسالة باستخدام البوبليك مال البي لاحظ هاي الصيغة الفوق الان يساوينا انه نشفرنا الرسالة باستخدام البوبليك مال البي هذا يعني انه فقط بي راح يستطيع حلها. وايضا بنفس الفورم بنفس الصيغة بنشفرنا باستخدام البرايفت مال الاي هذا يعطي دلالة انه فقط الاي بمقدوره ارسال هذه الرسالة ليش يعني فقط اي عنده البرايفت. لاحظ هذا المقطع الان هاي الطريقة كيف كسبنا سيكريسي هي الكونفدينشالتي وايضا كسبنا شيء اخر اللي هو الاوثنتيكيشن اللي هو الاوثنتيكيشن. والطريقة الاخرى الثالثة هي طريقة دبي هلمان. طبعا دبي هلمان مرت علينا في محاضرات سابقة وقلنا هي احد انواع عملية البوبليك كي ويستخدم في عمليات الكي اكستشينج واليوم هو موضوعنا عن تبادل المفاتيح. قبل ما نطبق هذه الطريقة أكو مفهومين أساسية أو يعني شرط أساسي يقول إنه يجب أن يكون الكيو برايم نمبر. هاي ما عندنا مشكلة هنا ما قاعدين يعني الكيو برايم نمبر في البرايم نمبر هو الأولي وأيضا قيمة أخرى هي الأي يكون primitive root of Q. الآن هذا مصطلح جديد بالنسبة لنا إيش نقصد بال primitive root of Q. لاحظ في على الشاشة انه A هو عبارة عن primitive root لل P اذا تحقق ما يأتي انه A مور P A تربيع مور P A تكعيب مور P الى A هو P ناقص واحد مور P. نتائج هذه القيم تكون محصورة بين واحد الى P ناقص واحد وبدون تكرار. يعني أيضا ما قلت له A مور P A تربيع مور P A تكعيب مور P A قوة 4 مور P إلى A قوة P ناقص 1 مور P. تنطينا كل القيم المحصورة بين 1 و P ناقص 1 بدون تكرار وبنوع من البرميتيشن يعني مش هتكون بسرعة 1 2 3 4 لا 1 4 2 5 7 3 6 وهكذا. إذا هذا هو مفهوم البرميتيف روت لعدد معين. الآن خوارزمية بسيطة جدا عندنا معلومات معلنة Global Public Element اللي هي الQ والA. الQ المذكر قبل شوية هو Prime Number على الأولي اللي هو ما يقدر اسمه إلا فقط علينا على نفسه على واحد والA هو عبارة عن قيمة أقل من الQ أصغر من الQ وأيضا هي هاي الA Primitive Root of Q اللي وضحناها فوق. الآن عندي يوزر اي يوزر بي اللي راح يبعثون السكرت كي المفاتيح. اول شيء اي يجب ان يهيئ مفاتيحه او يولد مفاتيحه فراح تاتي عمليه اختيار عمليه حساب. الاي الان اول شيء راح يختار البرايفت كي راح يسميه اكس سب اي. اذا اكس سب اي هو عباره عن البرايفت كي مال الاي حطنا الكابيتال اي اللي جوا. طبعا الشرط مالت انه هذا اكس سب اي يكون اقل من كيو اللي قلنا هو برايم نمبر. هذا برايفت كي بقاله بوبليك كي. الان كالكوليت بوبليك كي راح يسميه واي اي. اذا اكس اي هو البرايفت مال اليوزر اي والواي اي هو البوبليك مال اليوزر اي. الواي اي حسابه بسيط معادله يساوي لنا اي اللي قلنا عليها الفيميتيف روت اوف كيو مرفوع على القوه اكس اي اللي هو البرايفت مال الاي مود للكيو اللي هو البرايم نمبر. الان اي بعد هاي حسابات بسيطه صار عندنا مفتاحين مفتاح برايفت اختاره هو اكس ومفتاح بوبليك حسابه هو من خلال المعادله واي اي يساوي لنا اي تو ذا باور اكس اي مود كيو. ذا سيم ثينج نفس الشيء
راح يسوي بي انه يختار برايفت كي له وايضا يحسب البابليك كي مالته. البرايفت كي سميناه اكس سب بي، الاكس هو برايفت والبي معناته اليوزر بي. ايضا هاي القيمه تكون لازم اقل من كيو اللي هو الثيرد برايم نمبر اللي معرف بفوق. حتى يحسب البابليك كي مالته واي بي يساوي اي نفس القيمة اللي قلنا يبرم تروح مرفوعة للبرايفت مالته الاكس بي مور لكيو مور لكيو. الان كل واحد اليوزر اي والبي عنده مفتاحين البرايفت والبوبي. الان طيب الان شلون يحسبون السكرت كي اللي راح يكون مفهوم مشابه نفس القيمة؟ فلأي يحسب السكرت كي مالته بالطريقة التالية انه الكي الكي هو عبارة عن الواي بي هو البوبليك مال من هذا مال البي مرفوع لمن؟ للبرايفت مالته الاكس اي مود كيو. اعيدها مرة له حتى الاي يحسب السكرت كي يحسب من خلال المعادلة التالية الكي هو السكرت كي يساوينا واي بي. طيب شنو الواي بي؟ الواي بي هو البوبليك كي مال من؟ مال بي وهذا معلن يعرفه مرفوع لمن؟ للاكس اي هو البرايفت مال من مال اي هذا فقط اي عرفه مود كيو يطلع لنا قيمه هذا مثل الكي. بالنسبه لليوزر بي نفس الطريقه الكي يساوي لنا المره الواي اي. الواي اي شنو هو البابليك مال من مال الاي مرفوع لمن؟ للاكس بي اللي هو البرايفت مالته مود كيو. الان لاحظ احنا رمزنا الكي بالحالتين كي لانه القيمه هي تكون نفسها. حتى نوضح خوارزمية جبهة الماء الآن نمتل مثال بسيط لها الخوارزمية. الآن عندنا يوزرين أي و بي أو أي شباب يدنون بعض المفاتيح. إذا يوزر أي أن بابوش تسوى كي تبادل المفاتيح الاثنين هم متفقين أنه القيمتين اللي قلنا عليها معروفة اللي هي الكيو والاي، الكيو 353 والاي 3. طبعا واضح انها 353 برايم نمبر والاي هو 3 ايضا. اذا نطبق عليه تعريف البريمتيف رول راح يطلع انه الاي هو بريمتيف رول للكيو. اذا القيمتين هذه موجوده او معروفه. كومبوكت. اذا متفقين طرفين باختيار هالقيمتين. الان طرفنا راح يختارون البرايفت كي مالتهم. اي راح يختار الاكس اي مالته 97 والبي راح يختار ايضا البرايفت مالته اكس بي 233 تحت نفس الشروط والقيمتين تكون لازم اقل من الكيو. الان الاي راح يحسب البرايفت كي مالته الواي اي يساوي لنا الاي اللي هي قيمتها 3 مرفوعه المن للبرايفت مالته الاكس اي اللي هي 97 مود المين مود الكيو الكيو جيت 353. اذا نبسط هذه 3 قوة 97 مود هذه 353 راح يطلع لنا 40. هذا منو؟ هذا هو البوبليك كي مال اليس. نفس الطريقة البوبليك كي مال باب الواي بي يساوي لنا اي للقوة اكس بي الاي 3 مهلنا الاكس بي البرايفت ماركت فقط هو يعرفه 233 مود كيو 353 فمن يبسط على البوبليك كي ماركت 248. الان المفروض يحسبون المفتاح المشترك بيناتهم اللي هو سميناه السكرت كي او السيشن كي اللي سميناه ايضا فقط قبل شوي بخوارزمية كي. الان مكان كي سمينا كي اي بي اعتبر هذا مفتاح الكي وبين يوزر اي واليوزر يوزر اي واليوزر. اذا الكي او الكي اي بي يساوينا بالنسبه هذا بالنسبه لاليس يساوينا البوبليك كي مال من؟ مال باب مرفوع البرايفت كي مال اليس. البوبليك كي مال باب 248 البرايفت كي مال اليس 97 مود شنو؟ الكيو 353 راح يعطينا 160 هو المفتاح. نفس الشيء بالنسبه للبي
حتى يحصل المفتاح السري السيشن كي او السكر كي هو عبارة عن شنو البابل كي مالنا المال أليس واي ال مرفوع المام البرايفت مالتا اكس بي مود 353 من نرجع البابل كي مال أليس هو 40 البرايفت كي مال باب هو 33 مود 353 وطينا ايضا 160 هنا انا انوه الخوارزمية هنا انا دبيل مان مخلوقة السؤال الرياضي او لازم نفهمها ونفهم خلال ايضا وهذا